كيف يتمكن طالب العلم من استثمار هذه الإجازة وهي على الأبواب على الوجه الأكمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن طالب العلم ليس عنده إجازة في الحقيقة، وإن كان عنده إجازة من الدراسة النظامية، إلا أنه ليس عنده إجازة من الناحية العلمية، لأنه بحاجة إلى التزود من العلم، وبحاجة إلى ربط المعلومات بعضها ببعض، فيصرف هذه الإجازة الصيفية فيما يقوي معلوماته وما ينمي فهمه، وذلك بالمطالعة التي تعينه على فهم دروسه الماضية واستبقائها، وكذلك يستعين بذلك على المستقبل الدراسي ليدخل في الدراسة الجديدة وهو على استعداد ومواصلة لطلب العلم. أما إذا فتر وقطع الدراسة وقطع المذاكرة وقطع مراجعة المعلومات تزود بالعلم، فإنه تنقطع معلوماته ويبدأ العام الدراسي الجديد وكأنه لم يسبق له شيء، أو سبق له شيء ضعيف، أو يكون قد نسي ما سبق. فطالب العلم ليس عنده إجازة من طلب العلم، وإن كان عنده إجازة من الناحية النظامية فإنه ليس عنده إجازة من التزود من العلم لإبقاء ما سبق والاستعداد لما يأتي. وفي الحديث من همان لا يشبعان، طالب العلم وطالب الدنيا، وطالب العلم لا يشبع من العلم ولا يمل، بل تزيد رغبته وتذوقه للعلم ويتعلق قلبه وفهمه بالعلم إذا هو ذاق طعمه وتشوق إليه، فإنه يتلذذ به ولا يتعب معه. فهذا هو شأن الطالب المجد في هذه العطلة وفي كل أحواله. نعم، يعطي لجسمه الراحة ولنفسه الراحة التي لا تصده عن طلب العلم ولا تشغله عن التزود من المعلومات، فلا يغفل عن دروسه ولا يغفل عن طلبه للعلم. وإن كان يستريح بعض الشيء عما كان في وقت الدراسة من الهم، ولا شك أن طلب العلم إذا كان مع راحة النفس فإنه أثبت وأبقى، وأما إذا كان طلب العلم مع تعب النفس الدراسة النظامية فإنه قد لا يكون على المطلوب، ولكن هو في طلب العلم أينما كان وفي أي وقت كان. نعم.